تطلق الهيئة العامة للشباب برنامج لتأهيل الشباب في العمل الصحفي، حيث تحرص الهيئة دائما على تطبيق استراتيجيات الدولة في تنمية ودعم الشباب بكافة مجالاتهم. ومعنا راح يكون إن شاء الله الموضوع بتفاصيله مع الأستاذة أسرار زكريا الأنصاري. تفضلي. رحب معكم في أول ضيوفنا في حلقة اليوم، الأستاذة أسرار زكريا الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب. مسي عليك بالخير أسرار، وحياة الله معنا بالكويت. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. الله يسلمك يا رب. هلا ومرحبا. إذا ممكن تكلمينا عن البرنامج تأهيل الشباب للعمل الصحفي. نعم طبعا، هذا البرنامج هو واحد من أحدث البرامج اللي تطلقها الهيئة العامة للشباب. راح يتم التدريب فيه على مدى شهرين، تدريب مكثف للشباب الكويتي. حاليا احنا في مرحلة التقديم، بعدها مرحلة المقابلات، وبعدها راح ينطلق التدريب. هدفه جميل جدا انه يدرب ويأهل الشباب الكويتي انهم يكونون صحفيين شاملين. يعني احنا الحين بعصر الكلمة، عصر الصوت، عصر الكتابة، ويدربهم بالتفاصيل، التفاصيل في الصحافة الورقية، الإذاعية، الإلكترونية، وأيضا التلفزيونية. تمام أسرار، الحلو الحين لما انت قاعد تتكلم عن هذا البرنامج، يمكن احنا قاعد نشوف توجه مختلف حق الشباب. يعني ما نشوف الحين شاب يقول انا ودي اصير صحفي، ابي اكتب بجريدة، الحين يبي يطلع بسوشيال ميديا على طول. فأهداف هذا البرنامج لازم تكون وايد مشوقة وجاذبة حتى حق الشباب. شنو أبرز أهداف هذا البرنامج؟ بالضبط 100%. علشان شيء سمينا الصحفي الإلكتروني، يعني ترى على فكرة الشباب كل واحد فينا بمجرد ما يمسك تليفون ويصور ولا يوثق حدث، ترى هذا صحفي، يسمونه الصحفي المواطن، سيتيزن جورناليست. وهذا مفهوم مو الناس مو قاعدة تستوعبه وايد وبهذه الدقة، بالذات في هذه الأيام. احنا هذا المشروع مو بس راح يدربهم على الكتابة، طبعا الكتابة التحريرية مهمة، لكن الجميل انه راح يدربهم من ضمن الأشياء العلاقات العامة وكيفية التعامل مع الجمهور على أساس يعرف شلون يوصل الكلمة. راح يدربهم على الإخراج، راح يدربهم أيضا من خلال الزيارات الميدانية والتدريب النظري والعملي على أمور كثيرة، أيضا منها الإعداد وصياغة الأخبار ووضع الأفكار ورسائل الإعلامية. يعني شيء وايد وايد مكثف، ومو بس الفكرة من أنه يكتب بجريدة وبس. ممتاز، يعني ما شاء الله عمل كبير، يعني راح تاخذونهم بفترة طويلة. ودنا نعرف الشريحة المستهدفة. نعم، هذا البرنامج في هذه المرحلة والموسم الأول، يعني إذا الله وفقنا سوينا موسم ثاني راح يكون يمكن مختلف، لكن نستهدف العمر من 21 إلى 27 سنة. شنو طموحكم أسرار بعد ما يخلص هذا البرنامج؟ إنه آخر شيء يكتسب المنتسب لهذا البرنامج الخبرة ولا بس المعلومة؟ يعني الخبرة. بعدين شنو راح يصير؟ الخبرة، المعلومة، وأيضا مثل ما نقول النوهاو، التكنيك، انت شلون تحاول من خلال الزيارات الميدانيه. لان ايش راح نسوي؟ راح ناخذهم الى مواقع مشاريع الدوله التنمويه، راح نعلمهم ونقسمهم الى مجموعات شلون يصيغون الخبر، شلون يخلونه مشوق ومثل ما نقول ابيلينج حق الجمهور، بحيث انهم يفهمونه، بحيث انهم يحبونه، وبحيث انهم يؤمنون فيه. فمن بعدها طبعا مثل ما نقول الميدان متاح، يقدر يسوي اللي يحبه، سواء من خلال خلق منصته الإعلامية الخاصة، أو إنه من خلال ربطه إنه إحنا نوظفه في أماكن معينة من خلال مشروع صناع العمل. ممتاز، يعني ممكن بعد ما يتخرجون من الدورة راح تساعدونهم، مثلاً اللي حاب عمل تلفزيوني، عمل إذاعي، عمل صحفي، ممكن يكون في تعاون. بلا شك، هو هذا الأساس. يعني إحنا من كل مشاريعنا الهدف فيها الاستثمار في مخرجات المشروع اللي هم الشباب. مو بس الهدف يلا تعال دربك واستلم شهادة ولا استلم أي شيء يدل أن أنت تدربت ومع السلامة. لا لا، الموضوع مختلف تماما وأعمق بكثير، يبي له ممارسة. طبعا طبعا. وهل استعنتوا بأصحاب الخبرة في هذا المجال أن يشاركونكم في تدريب المنتسبين لهذا البرنامج؟ نعم، البرنامج بالتعاون مع نقابة الصحفيين الكويتية. يعني ما شاء الله باع كبير وخبرة، وهم راح يوفرون التدريب والمدربين وأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص. يعني رحتوا حق أهل، يعني رحتوا حق الخبات. بالضبط بالضبط. والجميل جدا بأن الشخص لما يتخرج من هذا المشروع، لما يكون اجتازه، ترى مو بس يحصل على مثل ما نقول شهادة من الهيئة ولا شهادة من النقابة فقط، لكن مركز لندن للبحوث والدراسات الاجتماعية، شبكة محرري الشرق الأوسط، اتحاد الدولي للصحافة العربية. يعني تخيلوا كل هذه الأماكن تعترف في هذا المتدرب كصحفي شامل. هذا شيء ممتاز جدا. المدة كثر راح تكون بالضبط؟
مدة التدريب 60 يوم، شهرين إن شاء الله. 60 يوم، والعدد هل حددته والعدد اللي تبونهم؟ نعم، الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى تقريبا من 35 إلى 40 شاب وشاب. نعم، ما شاء الله عدد وايد كبير. إذا يعني الله يوفقكم في هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله نشوف مخرجات حلوة. سعيد، من قبل الهواء كنا قاعدين نتكلم اهتمام الهيئة ما شاء الله الآن، والعدة البرامج وورش العمل والأنشطة اللي قاعد تقومون وتقدمونها حق الشباب، بصراحة وايد انترستد حق الشباب، وفي تنوع. لكن شوي انتم بعد حتى رحتوا حق المجالات العلميه، وهذا يمكن شيء جديد. نعم اكيد. فشلون الاقبال على هذا الموضوع؟ هذه الكلمه اللي دائما نقولها، ان احنا قاعدين نسابق الوقت بتوجيه من سعاده المدير العام دكتور مشعل الشاهين. بقدر الامكان قاعدين نحاول نطرح مثل ما نقول مشاريع وبرامج في عدة مجالات على أساس نغطي اهتمام الشباب كامل. عندنا المشروع المجال العلمي، المجال التكنولوجي، المجال التقني، غير الإعلامي، الثقافي، الرياضي. أيضا احنا الحين من خلال المبادر المحترف داخلين في مجال الصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي. يعني تخيلوا هذا التنوع. الهدف منه بكل تأكيد مو بس ان احنا نسوي مشروع بس، لكن أيضا نحاول نلامس اهتمامات الشباب كلهم، والأهم احتياجات سوق العمل، على أساس لما ندربهم ونأهلهم يكون لهم مكان يروحون يمارسون هذا العلم اللي اكتسبوه من خلاله. أزكواكم الله يا رب. إذا ودنا نعرف طريقة التسجيل شلون، وين راح يكون مكان هذا الملتقى وهذا المشروع؟ نعم، طريقة التسجيل عندنا من عمر إلكترونيا. نعم. يدخل على موقعنا الإلكتروني www.youth.gov.kw. نعم. يختار المشروع اللي هو حابه وحاب إنه يسجل فيه. موضوع مثلا هذا المشروع تأهيل الشباب في العمل الصحفي الإلكتروني، يدخل يعبي البيانات، الشروط واضحة قدامه، وخلص يتصلون عليه على أساس يروحون إلى الخطوة أو المرحلة الثانية. أسراء، الأشياء اللي قاعد تسوونها حلوة، لكن في بعض المرات يحتاج إلى متابعة. يعني لما تخرجون مثلاً مجموعة من الشباب والشابات من برنامج معين، ما تتبعون وراهم مثلاً بعد فترة، أو ممكن تسوي لهم ورشة مثلاً ليفل 2 أو 3، تشوفون وين ممكن تساعدونهم عشان المهارات اللي اكتسبوها في هذه الورش ما تضيع. أنا نعم. بس خييت وحضرت وخذيت شهادة وبس، بعدين ما أدري شو أنا أسوي. نعم، 100%. من أول ما تم إنشاء كيان مختص في الشباب في دولة الكويت، وإحنا قاعدين نشتغل في موضوع البرامج والمشاريع، بقدر الإمكان قاعدين نتتبع الشباب اللي شاركون معانا في مشاريعنا. والصراحة يعني عندنا نماذج نفخر فيها أيضا من خلال هذه البرامج. يعني مثلا إذا بضرب مثال بسيط على الاحتفالية اللي صارت قبل فترة وخذيتونا فيها لايف. نعم. موضوع دوري الإبداع الشبابي. سوينا هذا للموسم الثالث. عندنا في شباب كانوا في المرحلة المتقدمة أو المرحلة المبتدئة وصلوا إلى المرحلة المتقدمة. نحرص أن إحنا كل الأشخاص اللي شاركوا معنا في كل برامجنا نتم على تواصل معهم، نحاول أن نشركهم في مشاريع ثانية تلامس اهتماماتهم، وأيضا نصنع منهم القدوات والنماذج للشباب اللي مبتدئين. علاقتنا مستمرة معهم سواء من خلال التوظيف أو الاستقطاب أو أيضا العلاقات الاجتماعية. ممتاز، بنشوف مع بعض هذا التقرير اختي أسرار، وراح نرجع بالتأكيد. شباب، طريقة تحرك الحكم بالهجمة يكون كذي ويروح بشكل قطري، وإذا كان في هجمة عكسية يرجع. خلنا أقول لكم عن أكاديمية الحكام في الكويت. إحنا الأكاديمية الأولى في الخليج، إذا ما كان في الوطن العربي. تدربنا تحت يد أكثر من حكم دولي سابق، مثل سعد كميل، حسين شعبان. درسنا 17 قانون، من خلالها تعلمنا طريقة وسلوكيات الحكم بشكل عام. طبقنا كيف يتحرك الحكم وتحركات الحكم المساعد، تحركات حكم الساحة، والإشارات والتواصل بين الحكام. تدربنا بإيد أحسن الحكام وتعلمنا أحسن تكنولوجيا شلون نتعامل بأمور الكرة داخل الملعب أو خارجها. طبعاً إبراهيم، أنت تشيك على الكسرات اللغات اليوم، وأنت يوسف تشيك على الإسكارات، و11 لاعب يكونون مسجلين بالكرات مع أرقامهم، وموفقين إن شاء الله جميعاً. طبعاً هذه التعليمات اللي قالها أخو ياسين هي بناءً على التعليمات اللي خذيناها بالدورة والأساسيات اللي تعلمناها، اللي هي معدات الأساسية عشان نكون نبلش فيها المباراة، وما نقدر نبلش بدونها. يعني مثلاً يكون اللاعب لابس لي ساعة ولا لابس لي أي من الأشياء التجميلية ما يصير. ومثل ما الشبك مساء الشباب وضحوا لكم أنه لازم يكون الشبك مو مشقوق ولا أي من
شقه ولا اي شيء ما يصير، لانه يكون هذا في خطا تصير بعدين باللعب، وهذا كله يكون على القوانين الدوليه اللي تعلمناها. انا حكم خريج اكاديميه حكام المستقبل، اذا ودك تصير حكم سجل بالاكاديميه. هذه أيضا أحد فعاليات هيئة الشباب اللي هي دوري الحكام أو تأهيل الشباب لأن يكونوا حكام في ملعب كرة القدم. نعم، هذا الفيديو من مخرجات أكاديمية حكام المستقبل اللي تقيمها الهيئة وتطلقها بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم. طبعا هذيلا مخرجات الموسم الأول، احنا حاليا أطلقنا وبطلنا باب التسجيل في الموسم الثاني، يعني مثل ما انتم شايفين يعني الصراحة مخرجات جميلة، طاقات جميلة، شباب متحمس وحاب اللي قاعد يسويه، وطبعا الهدف منه ترى للجنسين، للشباب والبنات. ممتاز روان، إذا ودك اصير حكم. انا وياك اصير حكم بس رايح، حطوا لي بس على جنب، يعني ارفع علم وانزل علم، ما في اي وايد. مشروع حلو بالذات ان هم يكونون حكام معتمدين مدربين ومؤهلين. نهدف ان احنا ايضا نشارك فيهم في المحافل الدوليه وعلى مستوى اقليمي ودولي، مو بس على مستوى محلي. هذا واحد يهيئ الشباب من الصغر. نعم، جميل جدا. واعتقد محمد من الاشياء الحلوه اللي يقدمونها الهيئه ان اي نشاط او فكره يقدمونها لاي برنامج يحرصون انها تكون حق الجنسين، يعني ما تحدد دون انه ممكن، يعني لو اي احد يشوف هذا مثلا الفعاليه او هذا البرنامج بيكون حكام اكيد حق شباب. لكن حلو ان انتم قاعد تفتحون المجال للجنسين، ممكن يكون هذا الهدف التمكين، يعني ايضا من خلال حتى اكاديميات كره، اكاديميات مراكز الشباب لكره القدم. يعني عاده احنا نشوف لما ندخل ملاعب او نشوف شباب صغار قاعدين يلعبون اطفال، لكن احنا حرصنا في اكاديميه للشباب واكاديميات كره القدم للبنات، وايضا هذا راح يتم ويستمر هذا النهج في جميع الفعاليات. وفقين يا رب. انا صراحه سعيد جدا لما اشوف هيئه الشباب ما شاء الله في فعاليات كثيره وفي امور قاعد تقدمونها تفيد الشباب من الجنسين صراحه. اذا عندك كلمه اخيره اختي اسرار. كل الشكر لكم وشكرا لاهتمامكم الدائم في ان تكونوا معنا في كل اللي نقدمه، وهذه دعوه مني لجميع المشاهدين ان هم يتابعون حسابات الهيئه العامه للشباب، يتابعون الموقع عشان يستفيدون من البرامج المقدمه ويفيدون الاشخاص اللي دار مدارهم. وكل الشكر لكم. تسلمي. واحنا داشين على صيف بعد لا ننسى، اتوقع كل من يبي يستغل هذا الوقت والاجازه الطويله بشيء ينفعه، ومنها حتى اولياء الامور ممكن يطلعون على هذه البرامج ويعرفون على عيالهم على هذه الانواع من انواع البرامج الجميله او الشباب يستمتعون فيها. 100%. وكل الشكر للاستاذ اسرار زكريا الانصاري المتحدث الرسمي باسم الهيئه العامه للشباب. احنا عرضنا يمكن بعض الفعاليات، اللي وده يستزيد اكثر يدخل على حسابهم في الانستغرام، والواحد مثل ما قالت اختي روان يستغل وقته في الصيف. خليكم معنا بعد الفاصل.